والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، إذا أتى المأموم والإمام ساجد ماذا يفعل إذا أراد أن يدخل في الصلاة؟ هل يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد، أو يكبر تكبيرة السجود، أم ماذا يفعل بالضبط يا شيخ؟ لأني أجد بعض الناس يكبر ويسجد، هذه التكبير هل هي تكبيرة إحرام ولا تكبيرة السجود؟ إذا أتى السؤال الثاني، إذا أتى المأموم والإمام ساجد فما المشروع في حقه؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة ويؤديها وهو قائم، ثم ينحط للسجود مع الإمام أو الجلوس معه إذا كان في جلوس من أجل المتابعة للإمام. نعم.